اليومين دول العالم كله بيحتفل باليوم العالمي للطفولة تحت شعار الحق لكل طفل، ولكن أطفال فلسطين بلا حقوق. عيد الطفولة السنة دي مش عيد، عيد جاي طبعا بالتزامن مع سقوط أطفال كتيرة جدا في غزة ما بين شهيد وجريح بسبب قصف قوات الاحتلال لمنازلهم. عيد عنوانه القتل وسفك الدماء في حق أبناء الشعب الفلسطيني. حتى إحنا وإحنا بنشاهد هذه المشاهد المأساوية لم نعتد حقيقة على هذه المشاهد، يعني مش قادرين حتى إن إحنا مجرد مشاهدتها يعني بتؤذينا بشكل كبير جدا، ما بالك الأطفال اللي عايشين هناك. خلينا نروح مع حضراتكم لقراءة وافية هنستعرضها دلوقتي مع ضيفتنا في الاستوديو الدكتورة شهيرة خليل، رئيس تحرير مجلة سمير للأطفال التابعة لمؤسسة دار الهلال. صباح الخير على حضرتك يا دكتور نور. أهلا، صباح النور. صباح الخير يا فندم. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. المشاهد اللي بنشوفها للأطفال غزة يا دكتور، يعني بنتابع فيها حتى يمكن سلوك وعقيدة لأطفال هي فطرة، يعني بنشوف أطفال حقيقي أبطال، أطفال بتتكلم عن الشهادة، أطفال بتواسي إخواتها الكبار، أطفال بتواسي أهلها. شايفة الطفولة بالنسبة لأطفال غزة، شايفة الوضع إزاي؟ شايفة التأثير النفسي إزاي؟ والله على قد ما إحنا شايفين مشاهد قاسية، على قد ما أنا شايفة إن ده حاجة إيجابية، إيجابية على الأطفال نفسهم. وأنا هقول لحضرتك بمواقف عشناها يعني يمكن في المجلة، إن إحنا بنعمل مثلا ورش فنية عادية كل أسبوع للأطفال، هاندي كرافت، بنبعدهم شوية عن الموبايلات والشاشات وكذا. فبعد ما عملنا يعني عروسة أو من المواد اللي هي إعادة التدوير أو كذا من أسبوعين تقريبا، فلقيت الأطفال نفسهم اللي موجودين، ودي أول مرة أول سابقة، يقولوا لي لا إحنا عايزين نرسم علم فلسطين وعلم مصر. رحت مخلصة الورشة الأولى فورا وقلت للمتخصصين اتفضلوا يلا شوفوهم عايزين يرسموا إيه. لا، في وعي حصل للأطفال نفسهم وللشباب الصغير، وفي أعتقد وعي حصل للعالم كله بعد ما شفنا المشاهد دي، على قد ما كانت مشاهد قاسية وغير مسبوقة، لأنه إحنا متعودين على الكلام ده من زمان، والاحتلال الصهيوني يعني من زمان احنا متعودين على كده، لكن في هذه الفتره لا، حصل تكثيف لهذا الموضوع بشكل فج، وبالتالي حصل برضو ردود افعال سواء في مصر او في الدول الغربيه، ودي حاجه انا بشوفها ايجابيه واتمنى انها يعني تنبت ثمار جميله لحل هذه الازمه ان شاء الله. ان شاء الله. طيب، هل في حضراتكم في مجله سمير، طبعا هي مجله طبعا مخصصه للطفل في المقام الاول، هيكون في عدد خاص مثلا بهذه المناسبه؟ كان نفسي نعمل عدد خاص قوي، لكن لقيت ان بما ان الموضوع هو مستمر لغايه دلوقتي، احنا بقالنا اكتر يعني كذا اسبوع يعني في هذا الموضوع، فبدانا مع اسره التحرير، وانا معايا الحقيقه او انا اللي معاهم يعني فنانين على اعلى مستوى وكتاب على اعلى مستوى، فكل اسبوع احنا مش هنعمل عدد خاص واحد عشان ما يبقاش عدد وانتهى. كل اسبوع بنعمل غلاف شخصيات المجله اللي بتقوم يعني شخصيات المجله اللي هي سمير وتهته وكده، بيبتدوا يتعاطفوا وبيبتدوا يظهروا على الغلاف، وكمان انا بكتب قصه اسبوعيه، قصه كوميكس ستريبس، ودي من الانواع الجميله اللي هي بتلاقي هوا عند الاطفال، اللي هي معتمده على الكدر والبالونه، مش يعني في قصه سرديه العاديه وفي قصه ستريبس، فانا كتبت يعني على مدى الاسابيع اللي فاتت قصص ستريبس للاطفال بيرسمها كبار رسامي مجلة سمير بشكل جميل عن موضوعات مختلفة جدا، كل الموضوعات اللي احنا عايشينها، زائد في مؤرخ عسكري كبير بيكتب لنا برضو باب اسمه بطولات عربية، بيكتب بقى عن البطولات فلسطين وبطولات مصر ويعني الصراع العرب ضد الصهاينة بشكل لطيف ومبسط وفي صور ورسوم. طب ده بالنسبة للمعلومات، بس بالنسبة حتى للقصة لما نيجي نحكيها لأطفال، قصة معقدة فيها تفاصيل كتير. تمام. قصة بتمتد أصلا جذورها لوقت برضو مش بسيط، حضرتك إزاي بتبسطيها من خلال القصص اللي بتكتبيها للأطفال؟ لأن الموضوع ساخن والموضوع شديد الأهمية، يعني بتجيلي الفكرة مثلا، إحنا اتكلمنا مثلا مؤخرا عن مقاطعة المنتجات اللي هي مناصرة للاحتلال مثلا، فعملنا قصة كوميكس بغلاف
عن هذا الموضوع بشكل بسيط جدا. بنقول للأطفال إن إحنا المفروض نقاطع بعض المنتجات اللي هي، وبعدين الأطفال على فكرة بيستعملوها كتير جدا وبياكلوها وبيشربوها وممكن تكون مضرة على فكرة. فيمكن جت بفايدة، عشان كده بقول في الأول زي ما قلت في أول حواري إن رب ضارة نافعة حقيقي. وبكتب برضو الكلمة اللي هي بتبقى كلمة العدد للأطفال بشكل مبسط عن كل ما يدور حولهم من أحداث كبيرة وجليلة، بنحاول إحنا نبسطها للأطفال. فبعمل ده كل أسبوع، أي موضوع ساخن يعني مثلا موضوع المنتجات، موضوع سيناء خط أحمر، إحنا دايما اتكلمنا عن سيناء وزي ما سيادة الرئيس قال بشكل واضح وصريح، سيناء خط أحمر وكمان تصفية القضية خط أحمر، إزاي أبسط بقى المعاني الكبيرة دي للأطفال؟ صحيح. عملنا ده، كتبت قصة اسمها انتباه، عبارة عن قصة كوميكس برضو، إن إزاي هم في الفصل الكلاس عن سينا، الفصل عن سينا، وبيبتدوا بقى يشوفوا إيه اللي حصل في سينا. وإحنا دايما بنعمل كمان أعداد عن 6 أكتوبر بنتكلم أيضا عن سيناء، هذه القطعة الغالية من أرض مصر. كل ده بنعمله بشكل لطيف من خلال شخصيات المجلة اللطيفة اللي الأطفال بيحبوها، واللي بيرسم كمان كبار رسامي مجلة سمير، ونبسط كل هذه المعاني الكبيرة بشكل مبسط ولطيف وجميل، والحمد لله انه وصل كمان للاطفال. طيب بحكم قربك من الاطفال ومعرفه نفسيه الطفل، اي مستقبل ينتظر اطفال غزه بعد ما راوه من اهوال؟ طبعا في مشاكل نفسيه كثيره جدا يعني في الكبر هتلازمهم، لكن انا بشوف ان في اصرار وفي تحدي وفي يعني انتماء شديد، يعني روح الانتماء غير طبيعيه. الأطفال ما هماش أطفال، إحنا شايفينهم دول ما هماش أطفال، دول كبار. الأطفال بتتحدث عن الشهادة فاهمة يعني إيه كويس قوي يعني ومقبلة عليها وبيتصرفوا تصرفات الكبار المسؤولين. فدي حاجة على قد ما إحنا يعني في حزن شديد بينتمنا عليهم، وإن إحنا بنقول الاحتفال بأعياد الطفولة ما هواش له معنى، لأن إحنا عندنا حدث جلل يعني بيحصل، فمش قادرين نحتفل. إحنا بنحتفل بيهم هم، بنديلهم بنوسيهم هم، بنحاول نقف معاهم هم. ودور مصر كان دور كبير جدا الحقيقة، يعني زي ما مصر طول عمرها بتعمل ده، فإحنا واقفين معاهم وبنحاول نناصرهم بكل ما نستطيع من قوة. بالنسبة لمجلات الأطفال وكتب الأطفال، هنعمل القصص اللي بتخلد هذه الذكرى الجميلة لغايه ان شاء الله ما ربنا سبحانه وتعالى يمن علينا بالنصر ان شاء الله. دكتور، يمكن سؤال شاذ لحضرتك كان متعلق بتاثير هذه الحرب على نفسيه اطفال غزه، لكن تاثيرها على اطفال مش بس اطفال مصر، يمكن الاطفال اللي بتتابع ما يحدث في غزه. للاسف الاجيال الجديده كانت تخرجت وطلعت ما كانتش واعيه قوي ومدركه ابعاد القضيه واصل القضيه والحكايه. شايفه تاثير ده على الاطفال الاجيال القادمه؟ شايفاه ازاي؟ تاثير ايجابي جدا، وانا الحقيقه اتفاجئت، لان احنا دايما عمالين دايما بنزق الاطفال ان هم بنقول دايما كمان نروح للانتماء ولازم احنا كذا وكذا، وكنا بنعمل مجهود في ده. لا، ما عملناش اي مجهود. بقول لحضرتك وانا قاعده في الورشه، الاطفال بنفسهم، اطفال 6 سنين و7 سنين، هم اللي عايزين يرسموا. طب هم هو اللي عايزين تأثير يعبروا. ايجابي في التعريف بالقضيه، لكن لما طفل مثلا عنده 6 7 سنين يشوف طفل زيه عنده 6 سنين بيشدوه من تحت الانقاض وهو جثه هامده، يعني الحقيقه ده الموضوع ده ليه شقين. انا يعني الموضوع العنف الشديد ده والتعرض ليه سواء لاطفال فلسطين او لاطفالنا، ده شيء غير مستحب يعني بالنسبه ان احنا نعرض اطفالنا لاي نوع من انواع العنف. عشان كده كنا بنقول حتى في افلامنا، في الافلام اللي هي حتى جايه من بره وكده، بيبقى في مشاهد عنيفه كتير جدا. اي عنف بيتعرض له الطفل ده بيأثر عليه سلبيا، ده بالتاكيد. لكن اعتقد هنا في العنف الجميل، يعني هنا في العنف الجميل اللي ممكن يكون فيه يؤدي للشيء من الايجابيه بالنسبه لاطفالنا. لكن طبعا مش مفروض ان احنا نعرض اطفالنا ولا اطفال فلسطين يتعرضوا لذلك. احنا بس بنتعامل مع الموقف، ازاي نتعامل وناخد احسن ما فيه ونحول ده لطاقات ايجابيه علشان نقدر نواجه بعد كده واطفالنا يكونوا فعلا مسؤولين، سواء دول او دول الحقيقه. فاللي انا شفته الحقيقه كله كان ايجابي من خلال عملي، كان إيجابي جدا، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تحل هذه المشكلة إن شاء الله قريبا. طبعا خلال خبرة حضرتك فعلا بسيكولوجية الأطفال بشكل عام، كنا في مداخلة سابقة بنتحدث عن أغنية بشعة الحقيقة خرجت من أطفال إسرائيليين. فأيضا هذه المشاهد وما يحدث خلينا نقول تبرير حتى هذا القتل والمشاهد المروعة، تأثيرها على أطفال الكيان كمان هيتخرج جيل عامل ازاي؟ لا اعتقد ان هم خلاص، يعني الكيان الاسرائيلي فقد مصداقيته الى حد كبير دلوقتي. هو دلوقتي احنا اللي بنحاول نثبت بقى،
احنا اللي بنحاول نثبت قدراتنا ونثبت حقنا. هم خلاص يعني اعتقد العالم بدا يلتفت بشكل ايجابي وبشكل كده يعني غير قبل كده، ان في شيء من الكذب، في شيء من التدليس. لا، النهارده احنا اللي بنكتسب المصداقيه وعايزين نستغل هذه الفرصه سواء بالنسبه لمصر او العالم كله ان شاء الله. فلا، هم خليهم يقولوا براحتهم. طيب يعني المنظمات الامميه المهتمه بالطفل زي اليونيسيف اللي كان ليها تصريح بتقول ان غزه اصبحت مقبره لالاف الاطفال، ومنظمه انقاذ الطفوله، حضرتك شايفه دورها عامل ازاي خلال الفتره دي؟ لا، انا الحقيقه مش شايفه ان دورها ايجابي. انا اسفه ان انا طبعا اقول كده. ايه اللي قدمته؟ يعني ايه اللي قدمته بشكل قوي؟ لان دي منظمه قويه جدا وتابعه للامم المتحده. طب ايه اللي قدم لها هؤلاء الاطفال؟ كل يوم بيحصل وفيات، وكل يوم في قصف، وقصف المستشفيات، وقصف المدارس، وفي محكمه، ولا وكل والضحايا معظمهم زي ما قلنا، زي ما حضراتكم قلتوا في البرنامج، من اولها لاخرها كلهم اطفال ونساء. اين دورهم؟ احنا بنعمل الدور اللي نقدر عليه في مصر، عمالين بنعمل دور قوي وفعال. طيب هذه المنظمات القوية اللي بتمتلك من الأدوات عملت إيه؟ عملت إيه للأطفال اللي كل يوم بيموتوا وكل يوم في مستشفى بتقصف ولا حل لهذه المشكلة؟ لا، في علامة استفهام كبيرة لابد إن احنا نتوقف عندها ونشوف تفعيل هذا الدور هيكون إزاي. بس طيب دكتور، يعني بكل تأكيد يعني في وقت ما ستتوقف هذه الحرب وهنقف أمام التعامل ما بعد الحرب، شايفة حضرتك أنه أطفال غزة إزاي ممكن نتعامل أو يمكن كيفية التعامل معاهم بعد توقف هذه الحرب يعني المأساوية؟ يا رب، أنا بتمنى من الله سبحانه وتعالى حل، يعني لأن العالم زي ما قلت التفت لهذه المشكلة أكتر من الفترات السابقة. لكن طبعا هيحصل، يعني طبعا الأطفال دول هيطلعوا في مشكلة كبيرة جدا، لكن في نفس الوقت مع مشاكلهم النفسية ومشاكلهم الاجتماعية والحياتية، لا، هم عندهم قدرات مذهلة، قدرات كبيرة جدا اللي ممكن هم بعد كده يقدروا يستمروا في الحياة إن شاء الله، ويحصل تعمير تاني لهذه المنطقة، ويحصل حل شامل إن شاء الله لهذه المشكلة. هم بيحملوا الشقين، بيحملوا السلبي والإيجابي في نفس الوقت، ودي حاجة غريبة جدا الحقيقة. فربنا معاهم إن شاء الله، وإحنا برضو معاهم. طيب دكتورة، أنا عارف أن حضراتكم دايما بيكون عندكم جولات في المدارس، ده بشكل مستمر. هل مثلا عندنا جولات دلوقتي بتجوب المدارس للتعريف أكثر بالقضية الفلسطينية ومناقشة ما جاء في الأعداد الخاصة بالمجلة مع الأطفال في هذه المدارس؟ طبعا. الحقيقة المدارس هي بتجيلنا دلوقتي. يعني كل سبت في مدرسة في تواصل أيا كان شكله. أيوة، ساعات احنا نروح وساعات هم يجولنا. وزي ما بقول لحضرتك، هم الأطفال دلوقتي بقت تفرض، يعني احنا ما بقناش احنا اللي بنملي عليهم قوي زي زمان. الطفل النهارده بيقول لي انا عايز اعمل كذا، نفسي اعمل كذا. يعني طب بيقولوا ايه فيما يتعلق بالقضيه؟ يعني نفسهم في ايه او بيتكلموا في ايه؟ هم على وعي، انا اللي اكتشفته يعني هم على وعي كبير جدا بكل ما يحدث، لان طبعا السوشيال ميديا ما سابتش حاجه. هم الاول كنا احنا اللي بنقول لهم، الكبار بيقوموا بدور في ان احنا تعريق، والمدرسه طبعا بتقوم بدور، والبيت بيقوم بدور. النهارده في سوشيال ميديا موجوده، بيشوف حاجات كتير، بيقدر ان هو يبحث. عندهم الاطفال عندها قدره قوي انها تبحث وتشوف وتسال وتشوف مشاهد كتيره. فاحنا لازم احنا ككبار نتعامل بقى مع هذه الطريقه الجديده، ما بقناش احنا اللي ندمني عليهم، هم اللي بيقولوا لنا طب انا عايز كذا، انا نفسي في كذا، ممكن اسمع قصه عن كذا، طب انا عايز ارسم كذا. فبندي لهم، دورنا ان احنا ندي لهم. طب بقى احنا ساحة. بنرد عليهم ازاي؟ يعني زي ما كانت جمانه بتقول لحضرتك، ازاي نستخدم مصطلحات تناسبهم؟ يعني وده لينا احنا وللسادة المشاهدين دلوقتي اللي بيشوفوا، عشان ازاي يعرفوا اولادهم باللي بيحصل بالفعل في فلسطين. التبسيط دايما مع الطفل، انا خليني بسيطه وخليني ما انزلش المستوى ده، بيقول لك انزل المستوى. لا، انا بتكلم عادي مع الاطفال، عادي كاني بتكلم مع حد كبير. في القصص ليها طريقه وليها تكنيك، ان بيكون مثلا اولا لازم تكون مدعمه بالرسوم الجيده جدا والصور، او الصور والصور. بس الرسوم بتلعب دور مهم قوي قوي في حاجه اسمها الفيجوالز او البصريات. يعني البصريات دلوقتي الطفل بقى يعتمد على انه يشوف مشهد جميل صادق مرسوم بعنايه ودقه، ويكون معاه كلمات. يعني عشان لو اكتب قصه مثلا لازم يكون، وزاد الكوميكس، الستريبس كوميكس دي مهمه قوي، اللي هي القصه المصوره، تكون مكتوبه بشكل مقتضب. انا مش عايزه اديله مقال، هو عايز حاجه بسيطه، سطر مع كل صوره مثلا. ايوه بالظبط، مع كل صوره بتبقى موجوده في بالونه كده. فبنكتب كلمات بسيطه قوي وموحيه
وفي الجون، يعني ما اروحش كده ولا كده، لا انا عايزه خليني مباشره دايما، زي ما انا بكلمه بشكل مباشر، فخليني مباشره ويكون طبعا اللغه كمان تكون متسقه، يعني تكون لغه عربيه بسيطه جميله بنسميها اللغه العربيه الفصحى البسيطه. كل ما اجتمعت هذه العناصر كل ما قدرت ان انا اوصل للطفل بشكل جميل من خلال مطبوعه سواء كانت مجله او كتاب. طيب هل من خلال المجله والكوميكس اللي حضرتك تحدثتي عنها دلوقتي، هل بنصدر للاطفال قصص بطولات حتى الاطفال زيهم من قطاع غزه، بنحكي لهم قصص لاطفال ليهم مواقف او ازاي بيتعاملوا في قطاع غزه؟ الحقيقه في الباب اللي بنعمله اللي اسمه بطولات عربيه، ده باب يعني باب اسبوعي بينزل وبيحرره محرر عسكري يعني رائع هو الدكتور مدحت حسن. بنكتب بقى عن بطولات يعني كل الجيش المصري وبطولات الفلسطينيين كل على مدى التاريخ، على مدى التاريخ البطولات المصريه القديمه. الحقيقه الجيش المصري ده حاجه عظيمه يعني طبعاً. عظيمه، فبنبسط هذه المعاني الكبيره للاطفال بشكل يعني متسق وبسيط، وكلام بسيط ده مش قصه بقى، دي بتبقى زي فقرات مدعمه بالصور. ومن ضمن الحاجات الكثيره اللي اتعملت على مدى سنوات طويله في مجله سمير من خلال هذا الباب البطولات الفلسطينيه، ده هم شعب مناضل يعني على مدى سنوات طويله، وعلى فكره معظم المناضلين او الابطال كانوا اطفال. يعني تلاقي مثلا عنده 13 سنه 14 سنه 15 سنه ساعات 6 سنين ساعات 7 سنين. وعشان كده قوات الاحتلال بتستهدف دلوقتي الاطفال بشكل مباشر ومتعمد. بس يعني مهما حصل يعني انا بتصور ان ايه ان المعين مش هيندب، ان هم هيفضلوا أصحاب موجودين ان هيفضلوا موجودين وبنفس القوه ومش هيفنوا، هم بيحاولوا يعملوا اباده جماعيه. لا هو الموضوع مش زي ما هم متصورين الحقيقه. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتوره شهيره خليل رئيس تحرير مجله سمير للاطفال التابعه لمؤسسه دار الهلال، شكرا جزيلا يا فندم. شكرا جدا.